جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الرجال يسيء إلى رخصة التعدد بسوء تصرفاته شيخ صالح، فهو إما يميل إلى تلك ويترك الأولى، أو يميل إلى الأولى ويترك الثانية حيث لم تكن كما يتوقع، وحينئذ يبدأ الناس يتحدثون عن التعدد وعن مساوئ التعدد. هل من كلمة شيخ صالح؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى وضع ضوابط للتعدد، لو طبقت هذه الضوابط لم يحصل مشكلات. قال الله سبحانه وتعالى: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمان. الله إنما أباح التعدد بشرط العدل بين الزوجات، وإذا حصل العدل حصل الوفاق، صلحت الأحوال. والعدل هو فيما يملك الإنسان العدل فيه، وهو العدل في النفقة، والعدل في المسكن، والعدل في الكسوة، والعدل في المبيت، لئلا يفضل واحدة على الأخرى، بل يعطي كل واحدة حقها من هذه الأمور بالتساوي. فإذا فعل ذلك فإنه تصلح أموره بإذن الله. أما العدل في المحبة هذا لا يستطيعه الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يحب زوجاته على حد سواء، لأن هذا من عمل القلوب، ولا يملك القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لا يحمله حبه لواحدة أكثر من غيرها أن يحيف معها وأن يجور في حق الأخريات، بل عليه بالعدل في من يحبها كثيرا وفي من هي دون ذلك، عليه بالعدل في ذلك، وبذلك تستقيم أموره. أما ما يفعله بعض الناس من الجور ومن الظلم للزوجات ومن الإساءة إليهن والميل مع من يحبها أكثر، فهذا لا يجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فطوبة له وفضيحة له يوم القيامة. فالواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحترم هؤلاء النسوة التي جعل الله عصمتهن في يده وهو راع عليهن، فلا يسيء إلى واحدة منهن، ولا يحيف مع واحدة ويميل عن الأخرى أو يجحف في حقها. الواجب عليه العدل. نعم.